Maybe that's what happened. You're a great guy. You're a great guy. Let's do this. All right. Dude, I gotta lose some weight, boy. By Miami Movers 3, you're gonna be shocked, like, urgh! You're gonna be shocked of everything in the conference. Then you're gonna look at my abs and you're like, fuck. You know what I'm saying? Little Sky, you know what I'm, they call him Sky Dweller. It's a blue face, it's rare, you can't get it. This is limited, like my whole life. It's limited! No, unlimited. Shit. All right, so let's do this, man. Done. We're gonna have her replaced in the next 5 days. Watch. Awesome. Hopefully, man. I would love that. All right. Done. Bye. All right, boss. Be safe. Bye. Thank you. All right. All right. I'm gonna get started. Okay, so أنا حبيت اليوم أعمل فيديو بالعربي اللي زمان عم بنزل بالإنجليزي مش عارف أعمل قناة بالعربي ولا أخلي كله مع بعض إنجليزي مع عربي بس قررت أخلي القرار إلكم بدكم إياني أعمل قناة بس للعربي احكوا لي بدكم إياني أعمل إنجليزي وعربي بنفس يعني كل شيء نفس الطبخة كل الطبخة مع بعضه راح إنه بالقناة طبعا خبصت مش عارف شو حكيت إذا بدي أخلي كل شيء مع بعضه احكوا لي بدكم قناة لحال احكوا لي anyways خليني أدخل بالموضوع alright سو الموضوع تبع اليوم اللي كنت بدي احكيه انه like إلي فتره عم بحكي مع ناس بالاردن وبتعرف على ناس جديده بالاردن وطبعا يمكن تحكي سهل انه انا احكي الاشي اللي بدي احكيه لاني برا الاردن بس شوف الاشي اللي بدي احكي لك اياه اللي انا بدي احكيه يا معلم يا دكتوره اللي انا بدي احكيه لازم يكون الواحد عنده روتين عندك روتين تكون ماشي عليه يعني ما بينفع كل واحد بينام بنام على الساعة 5 الصبح وبصحى على الساعة 12 الظهر وبيحكي الدنيا زبالة بتلاقي الواحد مش ما بدورش منيح على شغل وبيجي بيحكي فيش شغل بالبلد بيجي بتكون انت حياتك كلها ماشيها غلط وبتروح تلوم الاقتصاد وبتلوم اشياء انت اصلا مش عارف تحكي فيها اسمع او اسمعي انا مش ضدك او ضدك انا معك انا بدي الناس تنجح انا بدي الناس توصل بس لو وصلت لمرحلة لما أنا كنت أنام بالشارع تعريفي ما أخذت من حدا وصلت لمكان الناس اللي بتطلع أو كيف هاد راكب جي كلاس موديل السنة كيف right في شغلات اضطريت أغيرها بحياتي الروتين تبعي تغير مش بنام على الخمس الصبح أنا بصحى على الخمس الصبح بصحى الساعة 5 الصبح بتمرن فطوري كل شيء تمام بكون جوا شغل الساعة 8 الصبح أوكي يعني حتى لما أنا كنت عايش بعمان ما كنت أصحى الساعة 11 و12 الظهر صعب لما تكون روتين حياتك غلط ما تتوقع مش غلط يمكن هذا بالنسبة لك صح خلينا نحكي إنه روتين حياتك ما بدعم تكون عندك حياة ناجحة كيف متوقع تكون عندك حياة ناجحة إذا الروتين ماشي عكس خطة النجاح ما تتوقعش إشي رح يتغير ما تفكر حياتك رح تتغير ولساتك بتصحى الساعة 10 الصبح شو 10؟ لما أنا كنت أزور عمان أشوف ناس تصحى الساعة 1 الظهر صعب حياتك تتغير لما أنت تصحى متى الناس بتكون قربت تروح من الشغل ما بنفعش أنا دائما بحكي للناس بدك تكون إشي مثلا أنا جلال في إشي بدي أكونه أوصل له بعد 10 سنين أنا اليوم عمري 28 سنة الشهر الجاي إن شاء الله بصير 29 أنا في إشي بدي أوصل له لما يكون عمري 35 سنة 39 سنة بروح بعيش نفس البني آدم اللي بدي أكونه بعمر 39 اليوم وأنا عمري 29 مش بدي أستنى لأوصل لأتغير عمرك ما رح توصل إذا مش بتغير وخليني أعيد لك البلد فيها شغل الاقتصاد والاقتصاد فكك انت قاعد تحكي بدك تحفر بئر نفط في قديش حق النفط لا بدك شغل الشغل موجود إلك او إله الشغل موجود دور منيح ما تيأسش الروتين اللي بتنام 20 ساعة باليوم بتنام على 5 الصبح وبتسعة بتكون البلد سكرت ما تيجيش تحكي في الشغل اذا لما تصحى بتكون ايش الدنيا سكرت ما بينفعش الروتين بده يتغير طريقة الحياة بدها تتغير الأفكار السلبية لازم تتغير عندك أصحابك بيحكوا البلد فيش فيها شغل وعنده فيها شغل أنا بعرف نوعين من الناس بعمان بعرف ناس عندها شغل وعايشة أمورها كتير مرتبة وبموتوا بالإشي اللي هم عاملينه وبعيشوه كل يوم وعندك ناس اللي بيحكوا البلد لا فيها شغل ولا أبصر شو بعدها تعال دقق على كيف عايش كل واحد اللي بيحكي البلد فيش فيها شغل والاقتصاد وبلوم كل اللي حواليه إلا نفسه
حياته ماشي زي الزفت. الناس اللي بعرفها بعمان اهلها مش غنية، هدول ناس عملت حالها من حالها، طلعت درست اشتغلت اتجوزت كله من حاله، مش انه مليارديرية بس ماشيين امورهم وشغلهم مرتب، حياتهم كتير منيحة. 6 الصبح بكون بالكتير الواحد صحي، بكون بلش حياته الروتين صح، بكون حياته ماشي صح. الروتين لازم يكون موجود عشان تعمل، لما تعمل مكان لفرصة بحياتك الفرصة بتيجي. اوكي، كيف لما بدنا نصيد مثلا، نحكي بدنا نصيد عصافير، ينتك تحط اكل على الارض ليطيروا لعندك، بعدها بتاخذ اللي بدك اياه. طبعا هذا المثال انا خربت فيه الفيديو كله، بس انت فاهم شو بحكي. الروتين لازم يتغير، بكفي تلوم العالم اللي حواليك، بكفي تلوم البلد وتلوم العالم وتلوم الناس. البلد حلوة، انا بموت على عمان، وانا راجع على عمان بشهر 12، وعمان فيها فرص، وكل واي بلد، عمان، فلسطين، وين ما انت في فرص. يمكن ظروفك اصعب من ظروفي حاليا، يمكن ظروفك اصعب من ظروف واحد مثلا في دبي ولا ابصر وين، بس مش معناته تحبط حالك بزياده وتزيد على حالك المصيبه. بتزيد الطين ايش بله، بدناش نضل نبلل في امها الطين. وين ما تكون ما بنفع تضلك تحبط في نفسك، حتى لو اصحابك بيحكوا فيش فرص ابعد حالك عن اصحابك، عيلتك بتحبطك وفيش شغل والبلد والبلد، اعمل زوم اوت، بطل اسمع شو الناس بتحكي، وسمع حالك الاشي اللي انت بدك اياه بحياتك، شغل فيه، فرص فيه، كل شيء موجود، بس بدك تبلش في فكرة لازم تتغير. هون بتبلش بدماغك، بتغير التفكير، بتغير الروتين تبعك، الفرصة لحالها بتيجي. يعني احنا من آمن، يعني عندنا احنا هذا اشي بضحكني، عندنا احنا بالبلاد من آمن بالسحر وبالحسد وبالاشياء اللي مش موجودة، وهسا بيجي واحد بيحكي لهذا بالقرآن. طيب منروح من آمن بكل الاشياء الخرافية اللي ممكن عندنا اياها عندنا بمجتمعنا، بس من آمنش بان الواحد انه الطاقة الايجابية بتجيب لك اشي منيح لحياتك، ما من آمن بانه الافكار السلبية راح تخرب حياتك، من آمن بكل الشغلات اللي استنى في قطار. خرب ام الفيديو عادي، مش هقول ايش نعمل غير بالفيديو، بس بنروح من امن بكل الشغلات اللي فيها خرافات اللي ست وستك بيعمل، ولك من امن بقلبوا في الفنجان وبيامنوا اللي بالفنجان اللي بعد كاس القهوه اللي خلصته رح يصير بحياتك، ومن امنش انه الافكار المنيحه رح تغير حياتك، الطاقه الايجابيه بتغير حياتك والسلبيه رح تغير تخرب حياتك. سو الفيديو اللي انا نزلته اليوم بس عشان اشرح لك، حسن من تفكيرك يا زلمة، يا بنت، يا شاب، حسن من تفكيرك، غير تفكيرك، غير روتينك. إذا أنت بني آدم بتنام على آخر هالفجر وبتحكي لي الدنيا فش فيها، ما بنفعش. بدك أو يعني دائما لوم حالك أول، ما تلوم اللي حواليك ولا تلوم وين أنت، لوم حالك أول، لأنه إذا بتضلك تلوم اللي حواليك أنت بتكون هيك خسرت الكنترول، ما عندك تحكم في دنيتك في حياتك. حتحكم في حالك، تحكم بأفكارك، وهذا أكتر إشي بتقدر تعمله، بعدين حياتك رح تتغير، وما بهمني وين عايش بتقدر تعمل هيك. خليني أحكي لكم إشي، أنا بعرف ناس ناجحة ومش ناجحة بعمان، بعرف ناس طفرانة وناس غنية وبنت حالها من حالها في عمان، بعرف ناس عرب هون موجودين بأمريكا إجوا وفاشلين، وفي ناس إجت وناجحين. يعني مش يعني طلعت برا الأردن معناته حياتك تغيرت وصرت ناجح كتير، ممكن تضلك بالأردن أو تيجي على أمريكا، وإذا تفكيرك زي ما هو زي ضل زي ما هو حتضلك فاشل بأمريكا زي ما كنت أنت فاشل بالأردن أو بفلسطين أو وين ما أنت. الفشل ما بيجي من المكان اللي أنت فيه، الفشل بيجي من تفكيرك ومن طريقة حياتك. So حسن تفكيرك، حسن طريقة حياتك، بعدين حياتك بتتغير. كنت في أمريكا ولا كنت في الأردن، فلسطين، وين ما تكون، كل شيء ببلش معك. فبلشوا معي اليوم ويسعد ربكم، واعملوا ايش؟ سبسكرايب للقناة تبعتي اذا بدكم اياني اضل انزل فيديوهات. وانا بحب انزل فيديوهات بالعربي بس هنا ولا لازم اعمل وقت اكثر. سو شكرا كثير انكم حضرتوني اليوم، اذا بيعجبكم اللي انا حكيته حط كومنت، حط لايك، حط تخبي، عاجبك مش عاجبك حط كومنت، بس ديفينتلي اعمل سبسكرايب. And follow me on my Instagram channel. تابعوني على الانستغرام على @thekingofmiamirealestate. راح تكون مكتوبة هون برضو. Follow, subscribe, like, comment. اعمل اللي بدك إياه. By the way, أنا راح أكون بعمان بعد شهرين. إذا حابين تشوفوني بدي أتعرف عليكم. Let's do this.